أوحى الله بلغنا أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب أوصني، يا رب أوصني، عم يطلب الوصية من الله. الشيخ بده يوصيك، الله عم يطلب من الله يوصيه، يا ربي أوصني. فقال الله عز وجل يا موسى أوصيك بي، يا موسى أوصيك بي. قال يا رب كيف توصيني بك؟ قال لا يعرض لك أمران، أحدهما لي والآخر لنفسك. لا يعرض لك أمران، أحدهما لي والآخر لنفسك، إلا آثرت محبتي على هواك. أمرين، واحد للدنيا وواحد للآخرة، أنو اللي بتقدم؟ زوجتك بدها غرض والمؤذن أذن، فبتأدي حق الزوجة أول ولا حق الله أول؟ هذا الحب فحص في الحياة. لذلك بتكون نايم وغفلان، بيطلع المؤذن الصلاة خير من النوم، هذا فحص، قوم لنشوفك. والله نعسان، ما له أدران، غفلان، أنت ما بتحب، ما بتحب، لأن أهل الحب لا ينامون عن محبوبهم، وإذا دعاهم ولو بأز النوم ما بقى في نوم، بيترك نومه بفز، هذا الحب. فالصلوات فحص وامتحان يا ابني إلك، فهل أنت مع الله أم أنت مع نفسك؟ إذا إجاك أمرين، أمر للدنيا وأمر للآخرة، وقت الدرس حضر وقت الدرس، وانت عندك شغل، اجاك مربح 50,000 وصار وقت الدرس، ايهما؟ الله لا يمتحننا. ولاخي منلحق البيع وبعدين منلحق الدرس، منبيع وبعدين منلحق الدرس، انت مالك محب. المحب بيترك الكل، بيترك الكل. يا ايها الذين امنوا استجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. متى صار الدعاء دعاك يجب أن تلبي مباشرة، هي علامة الحب. حطوا الأكل وأذن المؤذن، تأكل ولا بتصلي أول؟ أيهما؟ فحص حالك، أنو والله بناكل لسه على الوقت بكير، ناكل بعدين منصلي، ما عندك حب. أما الحب بتصلي أول بعدين بتروح بتأكل. فدائما يا ابني هذا فحص في الحياة، فلا تدعي الحب إذا ما كنت على مستوى الحب.